أهلا بكم إلى حلقة جديدة من تحت الضوء. ما دلالات انتشار الميليشيات الموالية لإيران في صحراء محافظة الأنبار العراقية بتسهيل من مسؤولي المحافظة السياسيين والعسكريين في الوقت الذي تشهد فيه المحافظة هدوءا نسبيا؟ وما دلالات اتجاه أرتال ميليشيا الحشد بمكوناتها المتعددة نحو مثلث الحدود العراقية السعودية الأردنية؟ يرى محللون عسكريون أن هدف إيران تأسيس قاعدة متقدمة للحرس الثوري الإيراني في صحراء الرطبة تواجه قاعدة عين الأسد التي تتواجد فيها القوات الأمريكية في إطار صراعها مع الولايات المتحدة، بينما يرى البعض الآخر أن إيران تهدف من خلال هذه العملية إلى تهريب السلاح ونقل الميليشيات إلى الدول المجاورة عبر الحدود العراقية السعودية الأردنية. نضع تحت الضوء مشاهدينا الكرام أهداف احتلال صحراء الأنبار من قبل الميليشيات الموالية لإيران. نشاهد هذا التقرير ثم نبدأ الحوار مع ضيوفنا، كونوا معنا. مع انتشار فيروس كورونا في العراق، فإن ثمة فيروسات من نوع آخر تنتشر هنا وهناك تبث الضرر والويلات بشكل أكبر بكثير من فيروس كورونا. إنها ميليشيات الحشد المدعومة من إيران، والتي تسعى بطريقة أو بأخرى إلى التوسع والسيطرة في كل مكان، لا سيما محافظة الأنبار. اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي حذرت من تحركات ميليشيات الحشد برفقة مجموعات إيرانية انتشرت في صحراء الأنبار وصادرت ممتلكات البدو الرحل بصحراء الرطبة وقرب الحدود مع السعودية، واعتقلت عدداً منهم وهدمت خيامهم. كما أشارت اللجنة إلى أن هذه العملية تمت بتواطؤ من مسؤولي المحافظة السياسيين والعسكريين، وتعد جزءاً من مشروع إيراني قديم متجدد الهدف منه تأسيس قاعدة متقدمة للحرس الثوري الإيراني في صحراء الرطبة تواجه قاعدة عين الأسد، لجعل الأراضي العراقية مواقع دفاعية متقدمة في صراع إيران مع دول الجوار وأمريكا. وهذا ما أكده معهد دراسات الحرب الأمريكي من أن وكلاء إيران يتبعون استراتيجية صنعها قائد فيلق القدس قاسم سليماني قبل مقتله، وهي ذات جبهتين ضد القوات الأمريكية في العراق. مصادر عراقية قالت إنه بتمدد ميليشيات الحشد في محافظة الأنبار سيكون من الصعب الكشف عن مجمل تحركاتها، وبذلك تكون طهران قد حققت أحد أبرز مطامعها في الوصول براً إلى سوريا ثم بيروت في البحر المتوسط. مصير العراق الذي أصبح بيد مجموعة متهمة بارتكاب جرائم وانتهاكات، وهم مرشحون لأن يحالوا إلى محكمة الجنايات الدولية بحسب معهد هيدسون الأمريكي للدراسات، والذي أكد أن كلاً من نور المالكي وفالح الفياض وهادي العامري وقيس الخزعلي وزعماء فصائل ميليشياوية أخرى على تواصل مع قائد الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قآني، وهم يدعمون اليوم المكلف مصطفى الكاظمي، ما يثير الريبة، وبالتالي من المفترض أن يبعد كل هؤلاء عن السلطة أو التحكم في تحديد مستقبل العراق. أرحب بضيوفي الكرام في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام، العقيد ركن حاتم الفلاحي الباحث بوحدة الدراسات الاستراتيجية والسياسية رسام. مرحبا بك سيادة العقيد ركن حاتم الفلاحي. ضيوفك الكرام وبمشاهدي قناة الرافدين، أهلا بك سيادة العقيد ركن. وأيضا أرحب بالسيد عبد القادر النايل الكاتب والباحث السياسي، انضم معنا عبر سكايب من عمان. أستاذ عبد القادر مرحبا بك. أهلا وسهلا بك ومشاهديكم الكرام وضيوفك الأعزاء. نعم، وأيضا أرحب بالسيد مصطفى كامل رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر، نشكرك لوجودك معنا أستاذ مصطفى، مرحبا بك عبر سكايب من تركيا. حياكم الله، أهلا وسهلا. إذا أبدأ معك سيادة العقيد ركن حاتم الفلاحي، يعني انتشار الميليشيات الموالية لإيران في صحراء الأنبار العراقية، ماذا يحمل من دلائل عسكرية خلال هذه الفترة؟ والبعض يقول إنه في إطار الصراع ما بين الولايات المتحدة وإيران. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بداية دعني أقول بأن هذا الانتشار هو ليس وليدة الساعة، هذا الانتشار سبقه انتشار سابق كان في عام 2014-2015، انتشرت الميليشيات في تلك الفترة وكانت يعني أسماء كثيرة، منها حزب الله ومنها النجباء والعصائب الخراسانية، المختار الثقفي، الطفوف، سرايا الجهاد، سيد الشهداء. الكثير من الميليشيات انتشرت في مدينة النخيب في عام 2015 بالضبط يعني،
وقامت باستعراض عسكري في هذه المنطقة الحدودية، بل قاموا بأكثر من ذلك بأنهم استعرضوا بحاملات أو ناقلات تحمل صواريخ باليستية في هذه المنطقة. لذلك أنا أعتقد بأنه مدينة النخيب، بداية دعني أقول أن هذه المدينة تكتسب أهمية استراتيجية كبيرة جدا، كونها هذه أولا هي واحة في صحراء، وبالتالي أو مدينة في صحراء، وبالتالي هي مركز وتجمع سكاني في هذه المنطقة المهمة، وهي عقدة مواصلات كونها تربط ما بين الطريق الرئيسي الوحيد الذي يربط ما بين محافظة الأنبار وكربلاء، إضافة إلى أنها تربط ما بين العراق وسوريا والأردن والسعودية، وتعتبر نقطة ارتكاز ما بين ثلاثة دول في هذه المنطقة، لذا هي تعتبر استراحة مهمة بالنسبة لقوافل الحجاج بالنسبة للعراق. وتعتبر هذه المدينة تكتسب أهمية اقتصادية كبيرة جدا، كونها تمثل مدينة نفطية واستراتيجية، حيث هناك تقارير تقول بأن مدينة النخاب العراقية تحوي على ما يفوق 200 مليار برميل، وهناك أيضا غاز طبيعي وهناك معادن أخرى. لذلك هذه التحركات العسكرية التي تجري في هذه المدينة وفي هذا الشريط الحدودي ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين إيران، وهي محاولة إيرانية لحصر المملكة العربية السعودية، أو دعني أقول بأنها توجه الحشد الشعبي في ناحية يأتي وفقا لأجندة إيرانية، كون هناك ضباط من الحرس الثوري الإيراني يشرفون على مثل هذه التحركات وعلى مثل هذه العمليات. لذلك أنا أؤكد بأنه هذا الأمر هو ليس جديد، وإنما كانت له دلائل سابقة في عام 2015 عندما استعرضوا بصواريخ إيرانية في هذه المدينة. لذلك هي جزء من الصراع الذي يجري في المنطقة، وجزء من عملية الضغط على السعودية بشكل كبير جدا. نعم، أرحب بك مرة أخرى أستاذ عبد القادر النايل، الكاتب والباحث السياسي. كيف تنظر إلى هذه الاستراتيجية الجديدة بنشر ميليشيات موالية لإيران في صحراء الأنبار؟ هل يأتي في إطار تهديد دول الجوار من وجهة نظرك؟ من المعلوم تماما أن هذا الانتشار حقيقة مخطط له سلفا، وبالتالي أربكت إيران في كثير من الملفات في تأسيس قاعدة للحرس الثوري الإيراني متقدمة في عملية أن تكون مجاورة للدول العربية. بالتالي عملية الانتشار الذي اكتملت في يوم 15 نيسان هذا الشهر الجاري عقب طرد السكان الصحراء من البدو وهم سكان محافظة الأنبار ومن عشائرها، حيث جرى الاستيلاء على سياراتهم، على مواشيهم، على هدم خيمهم، على أخذ مستمسكاتهم، وانتشرت فيديوهات كثيرة تبين لهؤلاء أفعالهم الإجرامية ضد أهالي الأنبار ولا سيما البدو الذين ينتشرون هناك في هذه الصحراء. بالتالي هناك ثلاثة نقاط رئيسية من وراء هذا الانتشار التي فيه كثير من الملفات ينبغي التركيز عليها، لأنه حقيقة تعتمد إيران على هذه الاستراتيجية اعتمادا مباشرا في كثير من فرض التفاوضات القادمة. معلوم تماما أن الولايات المتحدة الأمريكية اتخذت قاعدة عين الأسد وقاعدة حرير في أربيل قواعد رئيسية وفيها معدات كثيرة، وبالتالي من الأمور التي نشرتها هي الدفاعات الجوية، بما يعني أنها قواعد رئيسية كبرى على مستوى الشرق الأوسط وليس على مستوى العراق أو صراع مع ميليشيات أو دور إيران المنسق من الولايات المتحدة داخل العراق، رغم أنها تجاوز بعض الخطوط الحمراء. معلوم تماما أن الإيرانيون يريدون فرض بعض الأمور المهمة، وهي أنها تحاصر قاعدة عين الأسد من حيث أنها ستكون خلف قاعدة عين الأسد في الرطبة تحديدا في المثلث العراقي الأردني السعودي، ثم أنها ستكون منطلق أساسي لخنق هذه القاعدة من خلال الطريق الدولي الرابط ما بين الأردن وما بين العراق في على الأنبار، وبالتالي ستكون هناك عملية إحاطة على عقدة الطرق المهمة لهذه القاعدة، وبالتالي ستكون الحركة جدا صعبة. ثانيا، أن هناك طريقا مهما تريده إيران، هذا الطريق سيؤمن لها عملية التنقل وأن يكون هناك طريقا لها إلى سوريا. هناك طريق معروف تماما يمتد من البصرة إلى الأنبار عبر الحدود العراقية الكويتية الحدود العراقية السعودية، ويسمى بالطريق العسكري الخاص، وبالتالي هذا الطريق إذا ما سيطرت عليه الميليشيات فإنه ستستخدمه إيران
في نقل الميليشيات، في نقل الأسلحة، في عملية نقل حتى المخدرات وتجارتها، في عملية اختراق حدود لدول عربية. بالتالي نحن أمام مجموعة من الأفعال، لأن هذا الطريق أيضا يوصل إلى القائم، وبالتالي من القائم إلى سوريا. فلذلك تركز على الاستراتيجية الثانية، على الاستيلاء على هذا الطريق وتأمينه ليكون أيضا ممرا مهما وواسعا، وبالتالي لا يستطيع السيطرة عليه أولا لتزويد الميليشيات في صحراء الأنبار والقاعدة العسكرية المزمع إكمالها وتشكيلها، وكذلك لديمومة عملها الخارجي عبر أنها تصدر كل شيء عبر الحدود وعبر العراق. ابقى معي أستاذ عبد القادر، سأعود لك مرة أخرى في هذه النقطة. يعني نرى أن هذا الانتشار هو جاء بتسهيل من مسؤولي المحافظة السياسيين والعسكريين وقيادة عمليات الأنبار. في هذه النقطة أنتقل إليكم أستاذ مصطفى كامل، رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر. انتشار ميليشيات الحشد في صحراء الأنبار بتسهيل من مسؤولي المحافظة السياسيين والعسكريين في هذه المرحلة التي يمر بها العراق الآن، التي تشهد يعني نوعا ما هدوءا نسبيا رغم كل هذه المصائب، كل هذه الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب العراقي، سواء كانت ظروف اقتصادية أو ظروف بسبب فيروس كورونا وغيره. الآن خلال هذه المرحلة كيف تنظر إلى الأمر من الناحية السياسية؟ هذا الانتشار في هذا التوقيت ما دلالته؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك وأحيي ضيوفك ومشاهديك الكرام. أنا أنظر إلى الأمر باعتباره جزءا من مشروع أكبر. هذا الانتشار الميليشياوي الآن هو ليس متعلقا فقط بمشروع الصراع أو التنافس في الحقيقة، وليس الصراع بين البرنامجين الإيراني والأمريكي في العراق وفي المنطقة، وإنما أنا أنظر له باعتباره جزءا من خدمة المشروع الفارسي الذي يستهدف العراق ويستهدف الأمة كلها، وأنظر له أيضا باعتباره جزء من مشروع أكبر وهو مشروع تدمير العراق. يعني الولايات المتحدة عندما وقعت اتفاقا أسمته اتفاق انسحاب مع نوري المالكي، هي تعلم جيدا من هو نوري المالكي، يعني أقصد في 2011 الانسحاب الذي حصل كما يسمى، هي تعلم جيدا من هو نوري المالكي، وهي تعلم جيدا المآل الذي سيؤول إليه العراق بيد أي طرف، وهي تعلم جيدا أن حزب الدعوة الذي مكنته من رقبة العراق، من رقاب العراقيين ومن أموالهم ومن مقدراتهم لأكثر من 15 سنة تقريبا، هي تعلم جيدا أنه سيسلم العراق لإيران، وهذا ما حصل بالضبط. فهذا هو مشروع انتشار الميليشيات الآن في منطقة الصحراء الغربية من العراق وجنوب غرب العراق وفي أماكن أخرى. هذا كله جزء من مشروع يعني تمكين المشروع الفارسي، وجزء من التنافس بين البرنامجين الأمريكي والإيراني، ولكن الأهم هو هذا يندرج في إطار مشروع تدمير العراق وتدمير المنطقة في الحقيقة كلها، لأن الميليشيات التي تعبث الآن بأمن العراق وتقتل أبنائه وتسرق موارده ومنذ أكثر من 15 سنة تعمل بموجب اتفاق أمريكي إيراني وفي ظل الرعاية الأمريكية الإيرانية المشتركة، وبالتالي أي مسؤول من المسؤولين الذين يعني يتحكمون بشؤون العراق في هذه المحافظة، أقصد محافظة الأنبار أو في باقي المحافظات أو في بغداد، كلهم هم عبارة عن تروس تجري أو تعمل ضمن هذه المشاريع، مشاريع مشروع التنافس الأمريكي الإيراني، مشروع الفارسي ضد المشروع الفارسي ضد العراق وضد الأمة، والمشروع الآخر الأكبر هو مشروع تدمير العراق وتدمير الأمة الذي بدأ مع احتلال العراق بشكل واضح. طيب ابقى معي أستاذ مصطفى، سأعود إليك. ابقى معي أستاذ مصطفى لو سمحت. سيادة العقيد ركن حاتم الفلاحي، يعني معهد دراسات الحرب الأمريكي أكد أن وكلاء إيران الآن يعملون ويتبعون استراتيجية خطط لها ونفذها فيما مضى من الوقت قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني الذي قتل بواسطة الولايات المتحدة. الآن استعادة النشاط من جديد، هذا يدفع لي التساؤل
يعني ما هي المستجدات الحالية على الساحة في العراق؟ كما تعلم أدوات إيران في العراق هي الميليشيات. الآن الميليشيات، هناك ثلاثة ميليشيات تم تشكيلها، ثلاث ميليشيات جديدة. هناك استراتيجية إيرانية مرتقبة في العراق، وهناك صراع بنمط ما مع الولايات المتحدة، أو تنافس كما سماه الأستاذ مصطفى كامل، ما بين إيران وأمريكا في العراق. وكلاء إيران في العراق والمستجدات الحالية، كيف تنظر إليها من الناحية العسكرية وما جدواها؟ نعم، بداية دعني أقول أنا لم أستمع بشكل جيد للأخوان، كون الصوت كان ضعيف جدا يعني. نعم. ولكن أريد أن أعرج على بعض المسائل فيما ذكر يعني. نعم. هناك بيان تم إصداره من قبل اللجنة العليا للميثاق الوطني، حقيقة بينت فيه معلومات وحقائق مهمة تصب في جوهر هذا السؤال الذي تم طرحه الآن. نعم. هناك نقطتين رئيسية. النقطة الأولى أن هذه، أن مدينة النخيب قد تكون هي قاعدة متقدمة للحرس الثوري الإيراني، وهذا يعني بأن إيران تعمل ضمن احتمالية اندلاع مواجهة عسكرية بين طهران وواشنطن في المنطقة، وإذا ما أجبرت طهران على القتال فإنها ستقاتل باستراتيجية حافة الهاوية، وهذا يعني إشعال المنطقة عبر الميليشيات في العراق وسوريا ولبنان واليمن والبحرين وحتى في الداخل السعودي أو الكويت، وهي أدوات إيرانية يمكن أن تحقق لإيران توازن في مسألة الرعب مع الولايات المتحدة الأمريكية. كما إن مدينة النخيب في الحسابات العسكرية الإيرانية تعتبر منطقة ردع في الصراع لدول المنطقة وفي طليعتها السعودية، ويعتبر القادة العسكريين الإيرانيين يعتبرونها خاسرة موجعة للسعوديين. لذلك المشهد برمته الآن يعني يعطي دلالة واضحة على أن هذا السلوك الآن في هذه الفترة هو سلوك عدواني واضح من قبل إيران باستباحة سيادة دولة مجاورة. أما فيما يخص الحكومة المحلية في الأنبار فأنا أعتقد بأنه هؤلاء يملكون من أمرهم شيء الآن. الحكومة عاجزة على أن تردع هذه الميليشيات، عاجزة أن ترجع مدينة جرف الصخر أهالي هذه المدينة أن ترجعهم إلى 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 مناطقهم وسكناهم، وبالتالي ليس هناك قوة الآن قادرة على أن تردع هذه الميليشيات عن هذه الأعمال التي تقوم بها. علما شوف أن صحيفة الجريدة الكويتية ذكرت في مارس الماضي بأن قوات الأمن العراقية تعثر على أجهزة تنصت إيرانية مزروعة قرب الحدود السعودية، وهذا يعني بأن الحشد أو إيران تتجسس على الهواتف النقالة وخدمات الإنترنت والأجهزة اللاسلكية. هناك تقارير صدرت يعني من صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تقول بأن رسالة إيران في العراق تعطي الجيش الإيراني مناورة كبيرة جدا، وهذه الميليشيات التابعة لها في العراق هي لها أفضلية في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية. كما أن المسافة الآن ما بين النخيب وقاعدة عين الأسد هي 360 كيلو متر فقط، وبالتالي بإمكان الصواريخ الإيرانية المتواجدة لدى الميليشيات بأن تصل إلى هذه القاعدة بكل أريحية. يعني زلزال المدى ماله من 100 إلى 400، قادر 1800، سجيل 2000، شهاب 1 و2 و3 و4 من مسافة 500 كيلومتر وتصل إلى أكثر من 3000 كيلومتر. وبالتالي أصبحت الآن هذه القاعدة تحت مرمى الصواريخ لهذه الميليشيات. إذن نحن نتكلم الآن عن تهديدات متبادلة ما بين الطرفين، وهناك اتهامات في الفترة السابقة حتى بالنسبة لضرب شركة أرامكو السعودية. هناك اتهامات واضحة بأنه العراق سهل أو قسم من هذه الصواريخ أو الطائرات انطلقت من العراق باتجاه الأهداف في الداخل السعودي. إذن هي لتهديد إسرائيل التي تبعد مسافة ما يقارب أقل 600 كيلومتر، وبالتالي هي قادرة على أن تصل إلى العمق السعودي الذي لا يبعد أكثر من 300 كيلومتر. نعم أستاذ عبد القادر النايل، يعني التهديدات التي توجهها إيران إلى دول الجوار، وكذلك هذا التنافس أو الصراع بينها وبين الولايات المتحدة على العراق، له تبعات بالتالي وله تداعيات على العراق الذي يئن تحت وطأة هذا الضغط الأمريكي والإيراني منذ عام 2003. كيف تنظر إلى هذه التداعيات وهذا الصراع في ضوء هذا الشد والجذب الإيراني الأمريكي، وفي ضوء هذا الأثر الهائل الذي تسببه الميليشيات التي تعتبر أذرع إيران في المنطقة، وهذا التهديد الذي تسببه لها؟
من المؤكد تماما أن هذا الصراع حقيقة سيكون على أرض العراق، وبالتالي استخدام المال العراقي واستخدام كل إمكانيات الدولة العراقية لصالح المختطفة حاليا من هذه السلطات والأحزاب والميليشيات لصالح المشروع الإيراني، وبالتالي نحن أمام كارثة حقيقية ستكون على الشعب العراقي وعلى هذه المحافظات، لا سيما الأنبار، إذا ما تم الصراع الحقيقي ما بين الولايات المتحدة وإيران، أو المناوشات في الحروب الباردة ووكلائهم الذين يتم استخدامهم، بالتالي سينعكس على الشارع العراقي والشعب العراقي الذي هو تنهار كل مؤسساته التي يمكن أن تحافظ على الشعب، سواء المؤسسات الصحية أو الاقتصادية أو التعليمية وغيرها، بالتالي سيفقد العراق انهيارا أمنيا كبيرا آخر. هذا الانهيار الأمني ينعكس أولا على حياة المواطن، بالتالي على الدخول في أتون هو ليست لا من مصلحته، وبالتالي هو لا يتحكم فيها ولا صاحب قرار فيها. لذلك حقيقة ستنعكس كثير من الأمور. العراق الآن منهار اقتصاديا كما هو معلوم، وبالتالي ستكون تبعات هذا الانهيار الاقتصادي في الشهرين القادمين وتحديدا في تموز. لذلك العراقيون والشعب العراقي سيئن تحت وطأة الجوع، وأقولها بصراحة أن موجة قادمة من الجوع ستجتاح العراق. العراق لن يتوفر فيه الغذاء، والعراق منهار اقتصاديا لن تتوفر فيه الأموال، بسبب لا زالت السياسات الحكومية تهرب العملة واحتياط الدول العراقية إلى إيران لأجل مصالحها، وبالتالي كل هذه الأعمال في انتشار الميليشيات، في تأسيس قواعد متقدمة في إدامة الصراع، في تمويل لأجنداتها داخل الدول العربية، وإنهاء الأمن القومي العربي، في عملية بقائها في سوريا، كلها من طيب المال العراقي. أستاذ عبد القادر، لذلك محمد كوثراني الذي يتواجد في بغداد حاليا، فيما يخص موضوع التمويل، يعني كما تعلم أن إيران تحت ضغط اقتصادي كبير عليها الآن، كيف يمكن لها أن تنفذ استراتيجية ربما خطط لها قاسم سليماني وتنفذ الآن على الأرض، وربما لها مستجداتها وظروفها؟ يعني القصد، كيف يمكن أن تتوفر مصادر التمويل الإيراني في ظل كل هذه الضغوط الاقتصادية؟ من المعلوم تماما هناك حقائق لا يمكن أن اليوم نحللها. هناك معاهد رصينة كشفت على أن نور المالكي عندما قطع رواتب الصحوات ومخصصاتهم البالغة 20 مليار دولار، حولها إلى أبو مهدي المهندس لإنشاء قاعدة الإمام علي داخل سوريا لهذه الميليشيات، وكانت ركيزتها الأساسية للميليشيات الأفغانية الموجودة في إيران، وتم ترحيلهم إلى هناك. ما يجري الآن حقيقة هو نهب للمال العراقي، وبالتالي الميزانية العراقية والمال المباع من النفط العراقي كله يذهب بطريقة الفساد الإداري والمالي لهذه الأحزاب لصالح هذه الأجندات وهذه الممارسات. ولذلك من يشرف على القضية بطريقة فعلية هو محمد كوثراني المتواجد حالياً في منطقة الجادرية في بغداد، هو من يشرف على هذه الصفحات الإيرانية وعملية الاستمرار في عملية تزويد المال. إذن السلطات الحاكمة في العراق والأحزاب، ولا سيما حزب الدعوة الذي يهيكل على كل مجريات الوزارات خلف الكواليس أو أمام الكواليس، حقيقة هو الذي يتحمل مسؤولية مباشرة. نعم هناك أعوان له من الأطراف السياسية، لكن هو يتحمل عملية تحويل المال، لأنه جرى من حكومة المالكي هو أن يكون رهن الاقتصاد العراقي كله لصالح المشروع الإيراني. إذا عملية التمويل غير ممكنة للنظام الإيراني في ظل الحصار الخانق الذي يتعرض إليه، إنما عملية التمويل تجري من خلال المال العراقي. ولذلك عملية السكوت عن ما يجري من فساد حقيقي لأطراف سياسية حالية من أجل المناصب، وكلها حقيقة الذي دفعهم لأن ينالوا مناصب داخل الحكومة بسبب تواطؤهم مع المشروع الإيراني. لذلك أطراف سياسية محسوبة على الأنبار هي من تواطأت، وهي من تتستر الآن حاليا على ما يجري من احتلال حقيقي لميليشيات وأفراد غير عراقيين في صحراء الأنبار، وأيضا لديهم هدف ثالث هو تهجير أهالي الرطبة والاستيلاء على هذه المدينة. وبدليل آخر أنه منذ الهدوء النسبي للأنبار وحملات الإعمار الموجودة لم يكن هناك مشروعا واحدا لقضاء الرطبة، وهذه القضية ممنهجة وليست عملية نسيان أو ما إلى ذلك من الأمور. وهذا طبعا ما يتحملونه مسؤولين المحافظة الحاليين، لأنهم حقيقة يريدون التضييق على أهالي الرطبة، ولذلك يجري الآن عمليات اختطاف لأهالي الرطبة ويدفعون أتاوات من لهذه الميليشيات حتى يفرج عنهم، وبالتالي هذا الاستنزاف الاقتصادي المستمر يجبرهم على أن يرحلوا عن هذه المنطقة لتكون هذه المنطقة قاعدة ثانية وسكان غير العراقيين يسكنون فيها. نعم.
سأعود إليك مرة أخرى أستاذ عبد القادر. أستاذ مصطفى كامل، يعني سبق وأن استهدفت إيران منشآت أرامكو السعودية، يعني هل ترى أن احتلال صحراء الأنبار خلال هذه المرحلة يأتي بإطار مشابه لهذا الاستهداف الإيراني لشركة أرامكو السعودية؟ أثمة أهداف سياسية اقتصادية ترى من وجهة نظرك تقف وراء ذلك؟ أنا منذ الساعات الأولى للهجوم الذي حصل على منشآت النفط التابعة لشركة أرامكو السعودية في منطقة بقيق العام الماضي قلت أنها انطلقت من العراق، ومع أن يعني لا توجد أدلة على هذا الأمر، لكن إذا يعني أنا أعيد أو أعود بالسيد بالمشاهد الكريم إلى المؤتمر الصحفي الذي أعلنه الناطق العسكري السعودي في حينها، والذي عرض أجزاء من المقذوفات الصاروخية التي أصابت منشآت أرامكو، قال في حينها دون تفصيل، لأن هذا الأمر يحتاج إلى قرار سياسي وهو لا يملك هذا القرار السياسي، قال إن هذه الصواريخ جاءت من الشمال، وعندما نتحدث يقول من الشمال فإنها جاءت من العراق وليس من إيران التي تقع إلى الشمال الشرقي من المملكة العربية السعودية أو من منطقة بقيق، وليس الشمال كما هو العراق. فالعراق كان هو منطلق هذه الصواريخ التي أصابت يعني نقاط حساسة في عصب الاقتصاد السعودي والعالم حقيقة، لأن هذا شريان الاقتصاد العالمي النفط، وإن كان الآن ربما تراجع الكثير من مكانته أو قيمته السعرية، ولكن يبقى هو الشريان الأساسي للاقتصاد العالمي. ولذلك فإن هذه الخطوات أو هذا الانتشار الذي نلاحظه هنا أو هناك للميليشيات، وربما إقامة قواعد فعلا، وربما إطلاق صواريخ في عمليات إرهابية مشابهة، كل هذا يعني يقصد أو يقصد به الاستمرار في هذا المشروع التدميري الذي قلنا عنه أنه مشروع أولا لتدمير العراق، ثانيا لتدمير المنطقة، ثالثا هو في خدمة هذا المشروع الفارسي. أنا أقول يعني أنه لا توجد أي مصلحة للعراق في عملية وجود هذه الميليشيات وبالتالي عمليات انتشارها على الإطلاق، ما هنالك هو عمليات تهديد للأمن الوطني العراقي وعمليات إشعال المنطقة، تهديد للأمن القومي العربي. وأنا أعود أيضا بذاكرة المشاهد الكريم إلى ما قاله هادي عامري سنة 1985 أو 86، في أننا إذا قال الإمام حرب فإننا نقول حرب، وإذا قال سلم فإننا نقول سلم. وهذا قول مختصر يكشف بكل وضوح عن الدور الذي تقوم به هذه الميليشيات، هذه الميليشيات الموجودة الآن في العراق، وإن كانت قياداتها وأفرادها يحملون جنسيات عراقية، وإن كانت ممولة من المال العراقي، وإن كانت تتبع للسلطة العراقية القائمة. طيب سيد مصطفى، ابقى معي. نعم. بالحديث أيضا عن ما أكده معهد دراسات الحرب الأمريكي، قال إن وكلاء إيران أي الميليشيات يتبعون استراتيجية صنعها قائد الحرس الثوري أو قائد فريق القدس قاسم سليماني قبل مقتله، وهي ذات جبهتين ضد القوات الأمريكية في العراق. سيادة العقيد ركن حاتم الفلاحي، هل ترى أن إيران بعد قاسم سليماني تختلف عن إيران قبل قاسم سليماني في إطار أثرها في العراق وتواجدها، وفي إطار فاعلية ميليشياتها ووكلائها في العراق؟ نعم، لا شك أنه إيران تأثرت بشكل كبير جدا بمقتل سليماني، هذا الرجل الذي كان يدير ملفات ساخنة وكبيرة جدا، علما بأن البديل لا يمكن له أن يسد الفراغ في هذه الفترة الضيقة، كونه لا يمتلك الخبرة عن هذه الملفات بشكل جيد، إضافة إلى أن علاقاته الشخصية مع قادة الأحزاب والميليشيات خاصة في العراق هي ضعيفة ولا ترقى إلى مستوى العلاقات التي كان يمتلكها سلفه في الفترة السابقة. ولكن النهج العدائي لإيران هو مستمر بنفس الاتجاه، لن تغير إيران من استراتيجيتها في المنطقة، والدليل على هذا بأن ما تقوم به الآن من أعمال هو يعطي دلالة واضحة على أنه إيران لا تزال تعمل وتعمل على تصعيد التوتر في المنطقة. لذلك نرى بأنه التوجه الآن العام
سواء كان في العراق. يعني الآن عندما نتكلم عن الحكومة العراقية مثلا، الحكومة العراقية أجلت افتتاح المعبر ما بين العراق والسعودية لمدة مرتين بشكل غير مفسر من قبل السلطات، علما أنه هذا جرى ضمن اتفاقية ما بين العراق والسعودية في الفترة السابقة، وهذا جاء بضغط من إيران بشكل كبير جدا. هناك تواطؤ حكومي على أنه تقوم هذه الميليشيات الآن بالانتشار، والدليل على هذا بأن هناك قيادات لحرس الحدود. لماذا لا تقوم هذه القيادات بواجباتها وينكفع الحشد الشعبي إلى واجبات أخرى في الداخل كما يريدون هم؟ أما مسألة التصعيد الآن فأنا أعتقد إنها هو تصعيد يعني مدبر من قبل إيران في هذه الفترة. الغاية من عنده هو زيادة الضغوطات على الولايات المتحدة الأمريكية، كونها الآن أقبلت على انتخابات بالنسبة لإدارة ترامب، إضافة إلى تفشي فيروس كورونا، وتحاول تهدئة الأمور إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية. لذلك هناك إشكالية حقيقية في مسألة تعامل السلطات العراقية مع هذا الملف. أضف إلى هذا بأن هذا الأمر ستكون له تداعيات كبيرة جدا على السلم الأهلي والمجتمعي في العراق، وسيؤسس هذا لتغيير ديموغرافي لن تقبل به الأوساط السنية. يعني دعت عن الحكومات الآن الموجودة وإن قبلت به فهو مرحلي ولن تقبل به بأن يستمر على ما هو عليه، وهذا قد يورط العراق أيضا في صراعات مع دول أخرى. لذلك هم يعملون ضمن استراتيجية واضحة. يعني قبل في عام 2015 أحد الإجراءات التي قامت بها هذه الميليشيات بأنها قامت بفتح معبر أو طريق بديل وسوقي، أنشئ طريق مختصر يمتد من محافظة كربلاء إلى منفذ الوليد الحدودي مع سوريا، ينطلق من منطقة عين التبر في كربلاء ويمر بابن خيب والهبارية وصولا إلى منفذ الوليد. يستخدم هذا الطريق لنقل السلاح والمقاتلين من العراق ومن إيران إلى سوريا دون الحاجة إلى المرور بمدن الأنبار أو الطريق السريع. لذلك هم يعملون ضمن استراتيجية ثابتة ويقومون بهذا التصعيد ضمن استراتيجية لإيران في المنطقة، وضمن مشروع كبير يشمل العراق ويشمل السعودية ويشمل أيضا دول الخليج العربي. نعم، شكرا لك أستاذ عبد القادر النايل. يعني معهد هيتسون الأمريكي للدراسات أكد أن كل من نوري المالكي وفالح الفياض وهادي العامري وقيس الخزعلي وزعماء فصائل ميليشياوية أخرى على تواصل مع قائد الحرس الثوري الإيراني الحالي إسماعيل قواني، هم يدعمون اليوم المكلف مصطفى الكاظمي. يعني هذا الأمر بالنظر إلى كل هذه التحركات الميليشياوية على أرض العراق في إطار ما بين الصراع أو التنافس الأمريكي الإيراني أو محاولة إيران يعني تصدير الميليشيات وتهريب السلاح عبر الحدود العراقية السعودية الأردنية، كل هذه التحركات يعني تدفعنا للتساؤل عن المرحلة السياسية المقبلة في العراق. إلى أي متى سيستمر دعم الميليشيات أو دعم إيران للحكومات في العراق وتهيئة الشخصيات التي تيسر هذا الأمر من أجل تحقيق المشروع الإيراني من وجهة نظرك؟ من المعلوم أن مخرجات العملية السياسية الآن وصلت إلى ذروتها بتحكم هذه الميليشيات وصقور إيران الذي ذكرتهم المالكي والفياض وغيره بكل زمام العملية السياسية، وكل الموجودين هم ديكورات ولوازم تكميلية ليس بأيديهم قرار. فكل القرارات حتى لأن يأتي وزيرا أو رئيس وزراء، من سيأمر، من سينفذ كل الأدوات التنفيذية والهيكليات للوزارات وللأجهزة الأمنية، كلها بيد الميليشيات. وبالتالي عملية دعم الأسماء لا قيمة لها في عملية التأثير والتغيير واتخاذ القرارات. لذلك هم يطمحون أكثر على أن يعطون صورة على أن العملية تتلخص بتغيير الوجوه في العملية السياسية، وهذه حقيقة كذبة ينبغي أن تكشف وأن تواجه وأن يعلم. والشعب العراقي يعرف بدليل أن تظاهرات ثورة تشرين إلى هذه اللحظة الشباب يستنكرون ويرفضون مرشحي الأحزاب ومنهم الكاظمي. لذلك إيران حقيقة تسعى إلى أن تكون بهذا الإطار في عملية الحكم من الداخل وأن تكسب القرارات الرئيسية بهذا الإطار. هي تعتمد على عدة صفحات، ولذلك عندما رأت صفحة قاعدة جرف الصخر أن المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي تغاضى عن هذه القضية، ذهبت اليوم باتجاه التقفز إلى الأمام بتكوين قاعدة لها للحرس الثوري في الرطبة. على هذا الأساس العملية السياسية تسير وفق هذه المخططات وهذه الصفحات. لذلك حقيقة شكل العملية السياسية الحالية سيبقى بتزايد أن تحكم إيران قبضتها
وبالتالي مهندس تشكيلة الحكومة الحالية وهو الأب الروحي لها هو محمد كوتراني. حتى الأطراف المحسوبة على السنة تذهب باتجاه إرضائه فيعودون إلى العمل مهما كانت عليهم الظروف والاستهدافات. لذلك حقيقة تبقى تدور في هذه القضية، وهؤلاء إذا ما بقت العملية السياسية بهذا الإطار، لذلك حقيقة الشعب العراقي وصل إلى قناعة، وهذا الوصول حقيقة هو بداية الطريق نحو الخلاص، أنه العملية السياسية معنى بقاء الهيمنة الإيرانية، وأنه لا يمكن حقيقة أن تتخلص من الهيمنة الإيرانية إلا أن تهير وتنهي العملية السياسية وبناء نظام سياسي كامل إلى العراق. لذلك حتى مصطفى الكاظمي عملية ترشيحه وعملية حقيقة سحبه من جهاز المخابرات من أجل أن يعين شخص أكثر ولاء له من إيران وبالتالي تستحكم إيران، ولذلك اليوم مرشح لرئاسة المخابرات هو أحمد الأسدي زعيم أو مسؤول ميليشيا جند السماء، والمعروف تماما أنه مقرب تماما إلى إيران وإلى محور قائد الحرس الثوري الإيراني أو مسؤول فيلق القدس الإيراني. لذلك حقيقة هم يحاولون استحكام الأمور على جميع المؤسسات، ليس بالموالين إنما بالرجال المخلصين. طيب. وهنا حقيقة الصفحات الإيرانية في السياسة تستكمل بهذا الإطار، وإلا إذا تم التصويت على مصطفى الكاظمي هو رئيس وزراء لن يستطيع أن يغير شيئا، وهم سيستحوذون على جهاز المخابرات بشخص مخلص أكثر، وبعد سنة أو ستة أشهر يتم إقالته. هذا إذا تم التصويت عليه. إلى هذه اللحظة المعلومات الدقيقة أن عادل عبد المهدي هو الذي تريده إيران بالبقاء، وأن هذه المناورات يمكن إنهاؤها. لكن نحن أمام أعتاب قضايا مهمة، وهو أن هناك تفاوضا أمريكيا تريده لتوقيع اتفاقية في منتصف حزيران القادم ربما في بداية تموز مع أي حكومة موجودة لضمان عمل القواعد العسكرية الرئيسية في العراق عين الأسد وحرير، وليست على مستوى العراق إنما على مستوى. طيب في هذه النقطة ابقى معي سعد القادر. كثيرة بهذا الإطار. شكرا لك سعد القادر. هناك نقطة مهمة سيد مصطفى كامل، يعني البعض يقول بأن ما الذي سيجنيه العراقيون والشعب العراقي من كل هذا الأمر وهذه الاتفاقات الدولية والإقليمية إذا كانت هناك نية أمريكية للتفاوض مع أي حكومة تأتي على عدم التعرض أو عدم الاعتراض على القواعد الأمريكية الموجودة في العراق منذ احتلاله وإلى الآن، وفي إطار المكتسبات أو التنافس الإيراني الأمريكي أو عض الأصابع، يعني كل هذه الأمور ما الذي سيجني منها الشعب العراقي؟ لا خدمات، لا تنمية، لا نهوض، يعني ماذا قدمت الحكومات المتعاقبة للعراق والعراقيين سوى يعني التسهيل لهذا التفاوض الأمريكي الإيراني أو انتشار الميليشيات الإيرانية في الأرض العراقية؟ لم نسمع بمدينة تم بناؤها أو مصانع أو معامل أو تنمية اقتصادية في ظل انخفاض أسعار النفط وفي ظل انتشار وباء كورونا وفي ظل هذه الأزمات المتوالية على العراقيين. هذا الانتشار الأخير في صحراء الأنبار للميليشيات وفي ضوء ما تحدث به ضيفي الكريمان، كيف تنظر إلى مصلحة العراق في ضوء ما يجري وإلى مستقبله؟ يعني أنا قلت بداية أن هؤلاء الذين يتحكمون بالعراق سواء في محافظاته أو في حكومته أو سلطته في بغداد هم مجرد تروس في آلة المشروع أو المشاريع المعادية للعراق وللأمة، وبالتالي لا توجد أي مصلحة عراقية في هذا الموضوع. هو عملية تدمير للعراق، عملية جعله قاعدة للإرهاب والفتن والفوضى وتصدير هذه الفوضى وهذا الإرهاب والفتن الطائفية والعرقية إلى جوار العراق العربي وإلى جواره التركي وإلى جواره وإلى المحيط الأبعد منه، وبالتالي لا مصلحة للعراق في وجود هذه الميليشيات وفي انتشارها، ولا مصلحة للعراق في وجود هذه العصابة التي تتحكم به، تقتل أبنائه وتسرق موارده وتعيق أبنائه عن يعني فرص النهوض والتقدم والتطوير المفترضة. ويعني العراق الآن إذا كان يعاني من أزمة اقتصادية بسبب
في يعني بزعم أنها بسبب انخفاض أسعار النفط، هي في الحقيقة بسبب الفساد والسرقات وهدر المال العام الذي حصل منذ 15 أو 16 سنة. وبالتالي لأن الأزمة الاقتصادية المتعلقة بأسعار النفط مضى عليها نحو شهر أو شهر ونصف، أما حالة الفساد وهدر المال وسرقته ويعني عدم بناء أي مشروع حقيقي في العراق، لا يوجد مشروع تطويري في أي من مناطق العراق، لا في المناطق الشمالية ولا الوسطى ولا الجنوبية، حتى في المناطق التي لم تشهد كما يقال عمليات عسكرية أو هجمات إرهابية، كلها تعاني الأمرين يوما بعد يوم، رغم أن العراق حاز على أكثر من 1500 مليار دولار خلال السنوات 17 الماضية، وأطفئت عنه ديون يعني كان يعاني منها، ومع ذلك لم نشهد أي تقدم. هذا يؤكد على أن هذه العصابة المتحكمة بالعراق أولا هي عصابة فعلا، وثانيا لا صلة لها على الإطلاق، لا بالعراق ولا بمصلحة أبنائه ولا حتى بمصالح مصلحة الأمة العليا، وإنما هي تخدم المشروع الإيراني أو الفارسي كما قلت، ومشروع تدمير العراق والأمة. وأنا يعني حينما ضربت مثل بهادي العامري فهو حقيقة يجسد هذا المشروع الذي يجعله هؤلاء هذه الميليشيات أو الأحزاب حتى التي ليس لديها ميليشيات أو حتى الشخصيات التي يعني دخلت فيما يسمى بالعملية السياسية، وهي في الحقيقة ليست عملية سياسية وإنما هو مشروع احتلالي أمريكي إيراني متفق عليه يجري بموجبه تقاسم النفوذ في العراق. كل هؤلاء نعم ابقى معي لو سمحت. سيادة العقيد ركن حاتم الفلاحي، من خلال التحركات العسكرية التي منتشرة الآن في صحراء الأنبار وهذه المستجدات، بالتأكيد هناك نظرة استشرافية من الناحية العسكرية على ما يجري، ووصول الميليشيات الإيرانية عبر الحدود العراقية السورية إلى البحر الأبيض وإلى لدعم باقي الميليشيات في لبنان وفي سوريا أيضا. من الناحية العسكرية كيف تنظر إلى هذا الامتداد وهذا التطور؟ هل ممكن أن يكون للصراع الأمريكي الإيراني شكلا آخر ربما تتوقعه في المستقبل؟ نعم، بداية دعني أقول بأن ما يجري الآن في المنطقة وفي العراق خاصة هو جزء من صراع الإيرادات ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين إيران، حيث تحاول إيران الآن بعد مقتل سليماني أن تقول بأنه تم إعادة التنظيم، وهي تقوم بعملية إظهار للقوة سواء من خلال تشكيل ميليشيات جديدة في العراق بأسماء خارج إطار القوات المسلحة التي صمتت عنها حكومة بغداد، أو حتى عن طريق الميليشيات الأخرى التي تأتمر بإمرة مباشرة من قبل الولي الفقيه. هناك ملفات ساخنة وكثيرة جدا في العراق وفي المنطقة يجري الآن تداولها، مسألة الانسحاب الأمريكي من العراق. هذه الدعوات تأتي بدوافع خارجية وبتحريك من طهران، خصوصا عندما زار علي شمخاني العراق قال بأن العد التنازلي للقوات الأمريكية بدأ في العراق، وبذلك هم يقومون بتنفيذ الأنجدة الإيرانية بشكل كبير جدا، علما بأنه الانسحاب الأمريكي يحمل مغزى سياسي وأكثر مما يحمل قيمة وضرورة عسكرية تقتضيه مصلحة البلاد، قياسا بالسنوات السابقة التي كانت القوات الأمريكية تتواجد بأعداد كبيرة جدا تصل إلى أكثر من 168 ألف جندي أمريكي. إذن هي في حسابات القوة لا تشكل ثقل كبير جدا، يمكن أن نقول بأن هذه القوات يجب أن تخرج في هذه وهي ضرورة عراقية، ولكنها هي مصلحة إيرانية وضرورة إيرانية تريد إخراج القوات الأمريكية في هذا الظرف الذي يمر فيه العراق، علما بأنه نحن نريد أن تخرج القوات الأمريكية والقوات الإيرانية معا من العراق، ولكن المشكلة بأنه من يتسلط ويتحكم في زمام الأمور الآن في العراق هي هذه الميليشيات التي دعمتها وشكلتها إيران وشكلتها أمام أنظار القوات الأمريكية في تلك الفترة، ولذلك نحن نعاني الآن حقيقة مما يجري مما جرى في السابق من عملية تسليح وترتيب لهذه الميليشيات التي أدخلت ضمن منظومة القوات المسلحة، وهي أبعد ما تكون عن القوات المسلحة كونها تأتمر بإمرة رجال دين، وهؤلاء هم خارج العراق وليس داخل العراق،
ولا تصب هذه الصراعات الموجودة الآن في العراق في مصلحة العراقيين، لا على المدى القريب ولا على المدى البعيد. لذلك أنا أعتقد طالما أن هذه العصابة تسيطر على الدولة ستبقى هذه هذا عدم الأمن وعدم الاستقرار في المنطقة على قدم وساق، وستبقى إيران طالما أنه لن يكون هناك رادع قوي باتجاه إيران وميليشياتها في المنطقة. نعم أستاذ عبد القادر النايل، كيف تعلق على ما تحدث به العقيد ركن حاتم الفلاحي ولكن من الناحية السياسية؟ من المعلوم تماما أن إيران وصلت إلى ذروة مشروعها، وبالتالي كان للعراقيين فضل على المنطقة في كشف جميع هذه التحركات بطريقة واضحة تماما، ومعلوم تماما أن كل ثمار تصل إلى النضوج لم يبقى إلا الحصاد. فأقول أن الشعب العراقي قادر على انتزاع العراق من إيران ومن كل الاحتلالات، وبالتالي المشهد حقيقة سيتطور باتجاه انهيار العمل السياسي والأطراف السياسية الموجودة، وسيكون للشعب انطلاقة كبيرة واسعة على المستوى السياسي، لأن هناك حقيقة تحركات لعودة ثورة تشرين بطريقة كبيرة وواسعة، وهذا سينعكس أيضا على محافظات وعشائر أخرى، وبالتالي الكل يعلم الآن وصلت الأمور إلى أفق مسدود وإلى انغلاق تمام سياسي. هذا حقيقة هو بداية الشروع لانهيار هذه العملية السياسية المشوهة، والذي سيكون للعراقيين أيضا دورا في إنهاء هذا التمدد الكبير واستعادة بلدهم، وبالتالي لن العراقيين خبراء في كيفية إنهاء هكذا تمدد خطير يمس العراق والمنطقة بأجمعها. نعم أستاذ مصطفى، ثورة تشرين يعني رافضة للتمدد الإيراني بشكل كامل، وربما هذه الظروف جاءت على ليس كما تشتهي هذه الثورة، ظروف كورونا، وإلا أن الثوار إلى الآن هم مصرون على استكمال هذه المسيرة حتى تحقيق الأهداف المشروعة لهذه الثورة بإسقاط العملية السياسية وكذلك إسقاط التمدد الإيراني من خلال وكلاء إيران الموجودين في العراق. يعني هذا الأمر، هل ترى أن إيران استثمرت هذه الفرصة وهذا الزمن وهذا الظرف من أجل هذا التحرك في صحراء الأنبار وبالتالي تحقيق أهداف سياسية وعسكرية لها؟ بالتأكيد النظام الحاكم في إيران لا تعنيه أيضا مصلحة شعبه حتى في الحقيقة، لأنه يعني يضحي أو يستنزف كل قدرات هذا الشعب في مغامرات مجنونة من خلال دعم الإرهاب في العراق وفي سوريا وفي اليمن وفي الخليج العربي وفي لبنان وفي أماكن أخرى أيضا. وبالتالي إيران من خلال هذا النظام الإرهابي تستخدم كل الوسائل المتاحة لها أو التي تنتزعها لأجل خدمة مشروعها الاستعماري الإجرامي. هذه الجائحة التي اجتاحت العالم، إيران تحاول أن تستفيد منها في تعزيز نفوذها وتعزيز نفوذ عصاباتها في المناطق التي تحتلها بشكل مباشر أو غير مباشر، وكما قلنا أن كل ذلك من أجل خدمة هذا المشروع الفارسي الذي لا يخدم حتى الشعوب في إيران، لأن الشعوب في إيران تتطلع إلى شيء أفضل. الآن ما يجري في العراق يعني فيما يتعلق بثورة تشرين هو عملية يعني لنقول أنها احتياط للثورة القادمة، لأنه لا يمكن أن نتصور أن هذه الثورة العظيمة التي دفعت دماء غزيرة الشهداء ومن المصابين لا يمكن أن يستكين أبناؤها ويعودون إلى بيوتهم دون أن يحققوا أهدافهم. هم من البداية رفعوا شعار إسقاط النظام وعليه، فهم مستمرون على ذلك وهم يذكرون بهذا الهدف. بالمناسبة هذه قضية بالغة الأهمية، أنهم يذكرون بهدفهم الأساسي الذي خرجوا منه وهو إسقاط النظام بين حين وآخر. وإذا كان الظروف كورونا الآن تمنع التواجد الكبير في الساحات والشوارع، فإن الثوار مصممون على البقاء، وهم أيضا باقون بشكل رمزي
في بعض الساحات وبعض الميادين الاعتصام لأجل أن يؤكدوا حضورهم ولأجل أن يؤكدوا استمرار ثورتهم في مواجهة هذه العصابة المجرمة التي سفكت دماء العراقيين كلهم بلا تمييز وسرقت أموال العراق وخدمت المشاريع التي تدمر العراق ويعني تقطع علاقاته بمحيطه الإقليمي والقومي والدولي وتستنزف فرصه في النهوض وفي التطور. نعم، شكرا لك أستاذ مصطفى. بالعودة إليك أستاذ سيادة العقيد ركن حاتم الفلاحي الباحث بوحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية رسام، يعني الموقف العربي الرسمي لعله يتابع ما يجري في العراق ومن تحركات إيرانية عبر وكلائها فيه، ومع وجود خصوصية فيما يخص الموضوع العراقي منذ عام 2003، كيف تقيم الموقف العربي مما يجري في العراق وخاصة تسيد وسيادة الميليشيات والتحرك الحر في المحافظات العراقية، ما يؤثر أو يهدد بشكل ربما مباشر أو غير مباشر جوار العراق؟ نعم، لا شك بأن الموقف العربي هو موقف ضعيف بالنسبة للعراق منذ البداية، يعني والدليل على هذا بأنه إيران تدخلت بشكل كبير جدا وعملت وشكلت أجندة لها مسلحة وأحزاب سياسية، وأصبح العراق مربوط اقتصاديا بإيران، عملت طوال هذه السنين على ربط العراق بشكل كامل سياسيا واقتصاديا وعسكريا، وقدمت له الدعم بشتى المجالات، وهناك تدخل واضح وصريح. أما بالنسبة للموقف العربي فهو موقف ضعيف جدا، موقف خجول، يعني نستطيع أن نقول أنه يقتصر على إصدار البيانات والنأي بالنفس عن الدخول في هذه المشاكل، ولكن بالتالي هذا النأي بالنفس العربي لم يجعل الدول العربية في مأمن من النفوذ الإيراني في المنطقة، لذلك نرى بأنه الارتدادات التي جرت نتيجة انهيار العراق العربي الوطني كانت كبيرة جدا على المحيط العربي، وخاصة بالنسبة للمملكة العربية السعودية، يعني لو كان العراق موجود كما كان سابقا لما تجرأت إيران على أن تتدخل في سوريا هذا التدخل، ولا تدخلت في دول أخرى مثل البحرين ومثل الكويت. لذلك هذه الارتدادات يعاني منها النظام العربي الآن بشكل كبير جدا. حتى الآن النظام العربي لم يأخذ درس مما سبق، بحيث الآن هم يدعمون حكومة عادل عبد المهدي ويدعمون الحكومات القائمة في العراق، وهذا خطأ استراتيجي كبير جدا. يجب الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتبر حليف لكثير من الدول العربية بأن الوضع في العراق لا يمكن السكوت عليه، ولن نقبل بأن تحكم إيران العراق عن طريق بعض الشخصيات التابعة لإيران والذين كانوا هم أصلا في إيران أيام النظام الحاكم في الفترة السابقة. لذلك أنا أرى بأنه الموقف ضعيف جدا، وإن كانت الآن مثلا السعودية قامت بإجراءات كبيرة جدا على الحدود، منها حفر الخنادق ووضع كاميرات المراقبة ووضع بطاريات صواريخ باتريوت، خصوصا بعد أن تم مهاجمة شركة أرامكو وما إلى ذلك من أمور، ولكن هذا كله يكون لن يأتي بثمار كبيرة جدا، يكون هناك عراق معتدل يتعامل بشفافية مع العرب، ويكون عراق عربي كما كانت السابق، وعراق وطني يراعي مصلحة العراق على حساب المصالح الأخرى، لا كما موجود حاليا بأن ما موجودين هم يعملون لمصالح إيران أكثر مما يعملون لمصالح العراق. شكرا لك سيادة العقيد ركن حاتم الفلاحي الباحث بوحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية رسام، ونشكرك شكرا جزيلا. دكتور عبد القادر النايل الكاتب والباحث السياسي كنت معنا عبر سكايب من عمان، ونشكرك أيضا شكرا جزيلا أستاذ مصطفى كامل رئيس تحرير صحيفة وجهة نظر. شكرا لضيوفي الكرام، ونشكر لكم مشاهدينا الكرام طيب المتابعة، وإلى اللقاء.